تبدأ الحكاية لما انطلب من الفنانة الراحلة عبد الحليم حافظ إحياء حفل في لندن عام 1967، وده كان لصالح المجهود الحربي. وقتها فكر الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بعمل أغنية للقضية الفلسطينية عشان يغنيها قدام العالم كله، فلجأ للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي اللي كتب واحدة من أجمل الأغنيات عن القدس، وهي أغنية المسيح، وطبعا لحنها الموسيقار الكبير بليغ حمدي. غنى حليم أغنية المسيح في أكبر مسارح لندن وقتها، هي قاعة ألبرت هول، وقدام 8000 من الحضور، وتم بث الحفل عبر إذاعة لندن، ونقلتها عنها إذاعات القاهرة وصوت العرب والشرق الأوسط، وسمع الكل الأغنية اللي هزت قاعة ألبرت هول من كتر التصفيق، وطلب الحضور من العندليب تكرارها أكتر من مرة. ومع إن الهدف من الأغنية إنساني سياسي فقط، لكن كلماتها الجريئة أثارت بعض المشكلات، لأن اتذكر فيها صراحة كلمة اليهود، وده أدى طبعا إلى منع الأغنية من الإذاعة تماما، وما تسمحش لحليم بغناها مرة تانية، وما ظهرتش الأغنية للنور إلا من وقت قريب. كلمات الأغنية بتقول: يا كلمتي لفي ولف الدنيا طولها وعرضها، وفتحي عيون البشر للي حصل على أرضها. على أرضها طبع المسيح أدمه، على أرضها نزف المسيح ألمه، في القدس في طريق الألام، وفي الخليل رني التراتيل، الكنايس في الخلا صبح الوجود إنجيل، تفضل تضيع فيك الحقوق لإمتى يا طريق الألام، وينطفي النور في الضمير وتنطفي نجوم السلام يا طريق الألام، والإمتى فيك يمشي جريح والإمتى فيك يفضل يصيح، مسيح ورا مسيح على أرضها، وتاج الشوك فوق جبينه وفوق كتفه الصليب، دلوقتي يا قدس ابنك زي المسيح غريب، تاج الشوك فوق جبينه وفوق كتفه الصليب، خنوه نفس اليهود، ابنك يا قدس زي المسيح لازم يعود على أرضها.